حصريا من شاشة السينما إلى شاشة الحياة سينما، شاشة العرض الأول. لا تراجع ولا استسلام. تم العثور على جثة أدهم أمس في الثامنة صباحا. المهم دلوقتي نلاقي شخص يبقى عميل لينا يكون شبه أدهم بالظبط. احنا عايزينك تساعدنا في القبض على اكبر تاجر مخدرات في مصر. دراعه اليمين اسمه ادهم ودراعه الشمال اسمه اشرف. هي دي اكتر واحده هتقدر تفيدك علشان تعرف معلومات اكتر عن عزام وادهم، لانها هتبقى مهمه زي العسل وهتبقى فتحة خير ان شاء الله. وهي دي بقى مهمتك يا انسه جيرمين، انك تخلي حزلقوم ده واسمه حزنبول. حزنبول مين يالي تتشك ببطني؟ هلا يكتب حالك. انا وادهم كان في ما بيننا بفليرتيشن، طالما بلاي ستيشن وفي العلن والناس كلها انت زي الفل يا جيرمين، وانا هاجي يا باشا جنب الناس اللي تعبت عشان مصر، الاستاذ احمد عرابي ومدام ناديه الجندي. من بكره انت ادهم. الفلوس معايا. الفلوس معايا وكمان البضاعه معايا. والبضاعه كمان معايا. وقول له ما تاخد الكلمه دي. حلمك يبقى كابوس، احلم قبل الحلم ما يغلى لو فاكر حلمك بفلوس. فندم الفكره اللي انت بتقولها دي اترست في 300 فيلم عربي قبل كده، وده اللي مخليني متمسك بالفكره اكتر، لان من كتر ما اترست محدش هيفكر ان احنا هنعملها تاني، وده اللي خلاني اسمي المهمه لا تراجع ولا استسلام. بين حسين القبضه الداميه. لا تراجع ولا استسلام قريبا من شاشه السينما مباشره إلى شاشة الحياة سينما، شاشة العرض الأول.